مصر دايما لما تنوي قادرة تعمل معجزات في التاريخ، دور تلاقي عنها مكتوبة حكايات بالعزيمة والإرادة كل يوم في إنجازات. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الرئيس لما مسك الحكم ابتدى ما اشتغلش عشان فرد معين، ده اشتغل على كل الطبقات بتاعت الشعب، وعمل الإنجازات اللي بيعملها لـ30 سنة قدام أو لـ50 سنة قدام. وهو الراجل ما بينامش، يعني احنا بننام وهو ما بينامش. الرئيس اكيد عايز مصلحتنا واكيد مصلحه الدوله كلها. واثق فيه طبعا لانه جه في وقت صعب، واثق فيه لانه امين. الرئيس مجتهد جدا وما بيخليش عن نفسه طاقه الا يعني كفايه ان هو شغال 24 ساعه يعني. كمل واحنا معاك يا رئيس، ونتمنى نشوفك يا رئيس. والله يا ريس ربنا معاك، استمر، احنا كلنا في ظهرك، وان شاء الله الخير قادم ان شاء الله. والله البلد اتغيرت 180 درجه. بشكر الريس على الدعم اللي عمله لنا وحياه كريمه اللي قدمها لنا والعيشه اللي احنا عايشينها. مصر اتغيرت من كل حاجه من ساعه الريس ما جه مسك البلد. مثلا العاصمه الاداريه الجديده، ها ده انجاز من الانجازات الجميله. حتى شوارع مصر اتغيرت، يعني انا لما بمشي مثلا في وسط البلد فخور ان دي بلدي، اتمنى اشوفه واسلم عليه واقول له ربنا معاك وينصرك. احب اقول له كمل يا ريس واحنا معاك وفي ظهرك. الوضع احسن وكل الناس بتغير مننا، وبدليل ان السياحه رجعت عندنا تاني. فنحب نقول للريس كمل واحنا ان شاء الله معاك، والله المستعان. احنا عايزين نكمل في المشاريع اللي حضرتك عاملها والانجازات البلد اللي احنا فيها دي، تباري وطرق وصحه وانجازات ان شاء الله، ومشاريع قوميه اتعملت في البلد. راجل بطل البلد يعني، بطل راجل عامل بنيه تحتيه فوق الخيال بصراحه، يعني مفيش حته مش شغال فيها. اقول له متشكر جدا ليه، للمصريين وللعرب كلهم. الحكايه في مصر فكر.